انا قلت يعني. له الا تموت موته ذليله وما تموت ذليله يعني. اول ما اطلق على سعد كنبش اللي لقب اللي باق الله وحرامي الله هو انا هسه يعني رجال يم رحمه الله هسه بس اريد اعرف انت بيافو حنايم هسه ماكو رحمه الله يا استاذ يا رحمه الله اذا تسمع الحكي انا ماكو مريه قاعده هنا يمي عندها اربع معوقين مبيعيها بيتها وماخذين فلوس 32 دفتر اسمهم عبد الله اي وهم معوقين اربعه وتروح وتيجي عليه وناكرته وبتها ماخذته الفلوس وواحد اسمه سعد المرافق مالته هذا بقى الله بقى اسلام بقى حج هذا ماخذين من 32 دفتر تقول تغرد تقول اليف الدليمي 32 دفتر وراح اصور لك اياها وادز لك اياها راح اصور لك اياها وادز لك اياها هي والاوراق وبيتها وبيعوها بيتها اسمها ام عبد الله وعلى اساس يعطوها جامع مرجان حتى الجامع راح يريد يبيعها وبعدين اخذوا عقد مال غاز للتجهيز بيعوها بيتها هي ورجلها استاذ ضياء جعفر المحترم قاضي النزاهه عنده علم بها وهسه يحقق بالموضوع انا هسه بهذيك المره راح اصورها صوره وصوت وادز لك الرابط واقول لك واذا تيجي اجيبها اصور لك اياها وادز لك الحلقه هم ما عندي مانع مو هي واي بعد بس انا هاي الشغله مال الاخ الكريم المتحدث هاي القاع قول لي القبال مستشفى اليرموك بس نعم. اسال لي يا استاذ نجم نعم اي هي هاي مسيجه مسيجاني اي اي شيخنا هي هاي القبال مستشفى اليرموك مو مقابلها بالضبط باتجاه ساعه النسور اربعه لحد الان مطيهم اياه اربعه ماخذ من عندهم فلوس اربعه الجو اللي انت تدري انا ملف الوقف السني والتجاره والصناعه وغيره دابحش بيهن هسه بعدين اخابرك واقول لك افتح لي ملف التجاره واشوفك ضايم الله مال التجاره هسه بس هاي الارض ما طول بها حجه وقفيه للعلم خلي يعرفها الاخ الكريم اي تجني انا اتمنى الموضوع والله ابشر اتمنى الموضوع وايش لك بي ما طول حجه وقفيه هذا القرار اللي اخذوه هيئه الاستثمار واخذوا به هيئه الرئيس سموها هذا يعتبر باطل لان اي حجه وقفيه لا تستثمر ولا تباع ولا تشترى واللي اشتراها انا راح اصير الند ماله اللي اشتراها هذا شو الولد داق الاسس يا شيخ ابراهيم الوليد المستثمر داق الاسس وقاعد يشتغل وطو قرار ويقال انه يعني ما ادري والله هسه انا ما اقدر احكي على الولد ده يشتغل دايبلي ها مو الولد حتى لو يشتغل هاي ارض مال الله خلي اسمعني انت المستثمر يا الولد انت تشتغل اساس واخذتها بفلوس من سعد كنبش وانا متاكد ما اعطاك اياها ببلاش لان سعد كنبش يقولهم اي شيء اللي انا سامعه ومتلاغي وياه يقولهم اي شيء اي شيء لو حتى جامع تيجي تبيعه انا ابيعه وانا اتحمل المسؤوليه يعني هذا الرجل ما اعرف هسه هو متوفي ومو من شجاعتي انا معروف علي احكي عن واحد غايب انا احكي عن حاضر اليمي لكن هسه من ارض رجال مشتريها بال 2002 وماشي بالاجراءات ول 19 ومطي الدكتور عبد اللطيف مطي مباشره وراح عبد اللطيف واجا اجا 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 بالفوح مال جهنم هسه انت شلون يعني شو بدك تقول لله هسه شو بدك تقول له؟ شو بدك تحكي ويا الله؟ ناس تشتري قاعد تبني جامع يصلون بيها هسه انا مو ابو دين انا مو معمم انا مو كذا بس همك كل تخاف الله والله يا عمي ذولا راح يخبروني انا اتمنى من جنابك الكريم استاذ نجم انه العلاقات يطون رقم للرجل وانا اقيم لك الدعوه وانا اروح لك والله افتر بهم فر انا قلت الا تموت موته ذليله وما تموت ذليله وهاي القاع انا ذاتي اذا اتمناها يم رئيس الوزراء يم القضاء يم الدنيا وهذا الحمد لله رئيس الوزراء هاي ببيع الاربعه